بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، تعالوا مع بعضنا نبدأ اختبارات كتاب ملحق كتاب جيم، بيج 185، صفحة 185، نمبر 1. The evidence was not really، يعني الدليل لم يكن حقا، enough يعني كافي، to let the prisoner يعني السجين، free يعني طلق أو حر. طبعا ناخد كلمة نمبر A persuasive يعني مقنع، أو رقم A convincing برضو يعني مقنع. نمبر 2، many young men's ambition يعني طموح العديد من الشباب، is to do sports أو play sports يعني يمارسوا الرياضة، at the highest level يعني أعلى مستوى، and have high salaries ويحصلون على مرتبات عالية. Have high salaries يعني يحصلون على مرتبات عالية. Number 3، there is a wide variety يعني يوجد تنوع كثير، يبقى كلمة wide ديت معناها كثير أو واسع، variety يعني تنوع، of roses من الورود to choose from، at the florist's يعني محل بيع الورود. The synonyms of the word variety are، الكلمات اللي هي بتساوي كلمة variety يعني تنوع، number B اللي هي diversity، ونمبر C اللي هي variation. نمبر 4، our neighbor Miss Samira، جارتنا Miss Samira always complain يعني عادة بتشتكي، that her kids الأطفال spend hours يعني بيقضوا ساعات طويلة، chatting يعني يتحدثون، on the phone to their friends أو with their friends يعني إلى أصدقائهم أو مع أصدقائهم. نمبر 5، the amount يعني كمية، of energy amount اللي رقم دي، of energy اللي هي الطاقة، a person needs each day التي يحتاجها الشخص كل يوم، depend on يعني يعتمد على، the type of work يعني نوعية العمل، they do الذي يدونه. Number 6، the coronavirus pandemic يعني وباء فيروس كورونا، pandemic يعني وباء، increased يعني ازداد، the importance أهمية of agriculture اللي زي الزراعة، to provide food لإمداد الطعام for our own country يعني بلدنا. Number 7، a linguist اللي هو عالم اللغة، is someone who هو الشخص الذي studies يدرس or teaches أو يدرس the science يعني علم of languages اللي هو علم الإيه؟ علم اللغة. Number 8، I believe that أنا أعتقد أن the people of the world يعني الناس في العالم، can all work together يعني يمكن يعملون سويا، regardless of يعني ايه regardless of يعني بغض النظر عن، their races اللي هو العنصر البشري، and religions اللي هو الايه الاديان. Number 9، you mustn't leave your bag with someone you don't know يعني يجب الا تترك حقائبك مع شخص لا تعرفه، لأن قد يقع من ذلك ضرر. وإحنا قلنا من استخدامات mustn't الأشياء التي يقع منها ضرر، يعني مثلا زي ما نقول إيه، مثلا you mustn't smoke لأن التدخين يضرك، you mustn't play with a knife يعني تمشي بسكينة، you mustn't play with fire، على هذا القبيل يعني. Number 10، I must finish this essay today، علي أن أنهي هذا الإساي اليوم، it has to be handed يعني من الضروري أن يسلم، in by tomorrow اللي غدا. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان احنا بنقول من الضروري ان للحاضر والمستقبل، نستخدم have to او has to او must ينفع. Number 11، they are confident يعني انهم لديهم ثقة، confident يعني واثق، it seems يعني يبدو، that they know انهم يعرفوا، what they are doing ما يفعلون. طبعا يا جماعة المعنى بتاع الجملة واضح، يبدو. Number 12، we find that we have، وجدنا أن احنا لدينا، far لما بلاقي كلمة far أو much أو كلمة a lot، لما بلاقي كلمة دي اللي معناها بكثير، أو a little أو bit أو far أو slightly، a little أو bit أو slightly أو even اللي معناهم بقليل، دايما بندور على مقارنة. مقارنة يعني إيه؟ يعني نلاقي صفة في are أو نلاقي more أو نلاقي less، وبالتالي ناخد رقم ايه اللي لسه هي time يعني الوقت، to relax يسترخي، now that we have children مما كنا
ونحن أطفال. نمبر 13 this time next week، يعني إذا تحط تحت خط this time next week دي يعني في مثل هذا الوقت غدا. كلمة this time next week دي دل على إيه يا حبيبي؟ احنا قلنا والله لما بلاقي كلمة this أو that أو add زائد مدة في المستقبل دي تبقى دل على المستقبل المستمر اللي هو بيتكون من will be والفعل مضاف له ing، وبالتالي يختار يبقى رقم B. add the Hilton if you need to contact me، contact يعني تتصل بي. Number 14 although he is a liar، على الرغم من انه هو كذاب. he expects people، طبعا expect من الافعال اللي دل على المستقبل، والافعال اللي دل على المستقبل اللي هي توزع المصدر، وبالتالي ناخد رقم A يعني هو يتوقع الناس ان يصدقونه. Number 15 I don't like stories، انا لو احب القصص. هي القصص دي عقل ولا غير عاقل؟ طبعا غير عاقل. وبعديها فعل على طول اللي هو هاب، ان هابي اندينجز يعني نهايات غير سعيده. طيب يا حبايبي احنا عارفين لما بنلاقي اسم عاقل وفعل بناخده، ولو لقينا اسم غير عاقل، اسم غير عاقل وفعل على طول ناخد ويتش، وبالتالي هناخد رقم A. Everything is going on well، يعني كل شيء يسير على ما يرام. We haven't had any problems so far، ليس لدينا اي مشاكل حتى الان. طب واحد يسالني سؤال، ليه خدت يا استاذ كلمه haven't had اللي رقم C؟ نقول لك لو حط لي خط كده تحت كلمة so far، كلمة so far عندك في الآخر خلاص هي كلمة so far دي معناها إيه؟ حتى الآن. طب so far دي دل على إيه؟ على المضارع التام. طب المضارع التام ده بتكون من إيه؟ من have أو has وتصريف الثالث الفعل، وبالتالي خدنا رقم C عشان كده. تعالوا كده يا جماعة نشوف البسج مع بعضينا. بقول my hobby is reading، هواياتي هي القراءة. I read story books, magazines, newspaper and any kind of material، يعني بقرأ الكتب المجلات والجرائد وأي نوع من المادة الخام يعني. That I find interesting، التي أجدها شيقة. This hobby got started، يعني هذه الهواية بدأت. When I was a little boy، عندما كنت ولدا صغير. I had always wanted my parents to read fairy tales، يعني كنت دائما ما أريد والدي يقرأوا لي fairy tales يعني قصص خيالية، and other stories وقصص أخرى to me. Soon they got fed up، fed up يعني يسأم يعني انضيقوا، and tired يعني متعب of having to read to me، إنهم يقرأوا لي continually يعني بشكل مستمر. So as soon as يعني بمجرد أن I could I learned to read يعني تعلمت القراءة. I started with simple ABC books، يعني بدأت بكتب ABC البسيطة. Soon I could read، وحالا استطعت أن أقرأ simple يعني بسيط fairy tales يعني القصص الخيالية، and other stories والقصص الأخرى. Now I read، الآن أنا أقرأ just about عن anything، أي شيء that is available يعني أي شيء متاح. Reading enables me، القراءة تمكنني to learn about، أن أتعلم عن so many things يعني أشياء عديدة. That I would otherwise not know، خلاف ذلك ما كنتش هنعرف. بكلمة otherwise معناها خلاف ذلك أو معناها وإلا. I learned about how people، يعني تعلمت كيف أن الناس lived in bygone days. Bygone days يعني الأيام المقضية قديمة يعني. Of magic، السحر. And mystery، غموض. I learned about، تعلمت عن. The wonders يعني عجائب of the world يعني عجائب العالم. Space travel يعني السفر إلى الفضاء. Human achievements يعني إنجازات البشر. Gigantic whales يعني الحيتان الضخمة. Tiny اللي هي دقيق. Viruses and other fantastic things يعني أشياء رائعة of our world لعالمنا. Tiny viruses and other fascinating things of our world يعني الفيروسات الدقيقة وأشياء رائعة من عالمنا. The wonderful thing about reading، والشيء الرائع عن القراءة. Is that I don't have to learn things، يعني لا أستطيع أن أو لا لست مضطرا أن أتعلم الأشياء the hard way بالطريقة الصعبة. For example، على سبيل المثال. I don't have to catch a disease to know that it can kill me، يعني لست مضطرا أن أصاب بالمرض حتى أعرف أنه يمكن أن يقتلني. I know، أنا أعرف the danger، الخطأ، so I can avoid it،
ولذلك أستطيع أن أتجنبه. Also I don't have to go deep into the jungle. وليس من الضروري أن أتعمق في الغابة. To learn about the tiger. لكي أتعلم عن لصوص التايجر للنمر. I can read all about it in a book. أستطيع أن أقرأ عنه في كتابة. Books provide يعني يمد أو يزود the reader القراء with so much information معلومات كثيرة and the facts حقائق. They have certainly يعني هي بالتأكيد helped me يعني ساعدتني in my daily life يعني حياتي اليومية. I am better equipped. Equipped يعني مزود. To cope with. Cope with يعني يساير. Living الحياة. Otherwise وإلا I would go about ignorantly يعني بجهل. Ignorantly يعني بجهل. Learning things أتعلم الأشياء the hard way بالطريقة الصعبة. So I continue to read يعني أستمر في القراءة. Besides being بالإضافة إلى more informed يعني أتعلم about the world العالم. I also spend my time وأنا أيضا أقضي وقتي profitably. Profitably يعني بشكل مربح. It is need is this indeed indeed يعني حقا a good hobby يعني هواية جيدة. تعال نشوف الأسئلة يا حبيبي. Number 17. The writer has liked reading يعني الكاتب أحب القراءة since his childhood اللي هي الايه الطفولة اللي رقم B. Number 18. Through reading يعني من خلال القراءة the person becomes يعني الشخص بيصبح طبعا اللي رقم A knowledgeable. Knowledgeable يعني واسع المعرفة. Number 19. The word by gun means كلمة by gun اللي هو السالب أو المنقاضي تعني ايه طبعا اللي رقم D. The things that happened in the past يعني الأشياء التي حدثت في الماضي. Number 20. In addition to helping the person بالإضافة إلى مساعدة الشخص to know many things أن يعرف العديد من الأشياء. Reading is a hobby. Hobby اللي رقم C يعني هواية. Number 21. The writer began to depend on يعني الكاتب بدأ يعتمد على on himself and learned to read وتعلم أن يقرأ because رقم C his parents were fed up with reading him tales يعني والدي شعروا بالسوء يعني من قراءة الأشياء له أو القصص tales يعني القصص الحكاية. 22. The underlined يعني اللي تحته خط pronoun يعني ضمير it refers to يشير إلى إيه طبعا reading اللي رقم D. Number 23. Without reading يعني بدون القراءة the writer would طبعا know about the world through hard ways يعني كان حيتعلم عن العالم ولكن بطريقة صعبة. Number 24. The best title يعني أنسب عنوان to the passage is يعني أنسب عنوان لهذه الفقرة هي طبعا رقم A advantages of reading أو advantages of reading اللي أهمية الايه القراءة. تعالوا نشوف الترانزليشن يا جماعة. In the past يعني في الماضي trade التجارة was on a small scale يعني على نطاق صغير. Today اليوم trade has greatly developed يعني تطورت التجارة. Developed يعني تطورت. And increased وازدادت. Goods are now والبضائع الآن. Now transported يعني تنقل quickly يعني بسرعة and safely وبأمان. يبقى نقولها على بعضها يا جماعة. في الماضي كانت التجارة على نطاق صغير. أما اليوم فالتجارة قد تطورت وازدادت وتنقل البضائع الآن بسرعة وبأمان. ربنا يوفقكم إن شاء الله. التراجم يا جماعة من العربي الإنجليزي لمتاكم كلها في فيديو واحد وشرحت على الصبورة وده من أهم ما عليكم. تذكروا الفيديو ده بزيت كويس خالص. طيب يا جماعة يلا نشوف كده مع بعضينا. تيست 2 بيج 188 صفحة 188. نمبر 1. سبيشال كانال يعني قناة خاصة. ووز بيلت يعني بنيت طبعا تو كونكت أو تو لينك يعني لتربط اللي هي بي و سي. ذا لاند الأرض. إن ذا فيليج يعني في القرية. وذا نير باي ريفر يعني النهر المجاور. نمبر 2. ذا كونسيرت ووز advertised يعني الحفلة الموسيقية تم الإعلان عنها. In the national newspaper يعني في الجرائد المحلية. The nouns of the verb advertise يعني الأسماء أو الاسم من كلمة advertise are طبعا advertiser اللي رقم C أو advertisement أو advertisement كل النطقين صح اللي رقم C أو E.
نمبر 3 تو فريندز يعني صديقين ستايد ان كونتاكت او كيبت ان كونتاكت يعني ظلوا على اتصال اللي رقم بي ودي سينس يعني منذ زي ميت يعني تقابلوا ديورنج اثناء او خلال ذير هوليداي الاجازه 2 ييرز اجو يعني منذ عامين. نمبر 4 ماي تيتشينج ستايل ستايل يعني اسلوب التدريس السيميلر تو سيميلر يعني مشابه ذات اوف موست اذر تيتشرز يعني معلميه the antonyms of the adjective العكس من الادجكتيف similar are عكس كلمة similar يا حبايبي رقم A different ورقم E opposite. number 5 Egypt celebrates يعني مصر تحتفل به its victory day يعني يوم النصر وعيد النصر on the enemy يعني على العدو on the 6th of October يعني في السادس من اكتوبر. number 6 the Nile is our most important يعني النيل هو أهم sustainable اللي رقم دي اللي مستدام water supply يعني مصدر ماء دائم so we should all try يعني علينا جميعا to keep it clean يعني نحافظ عليه نظيفا. number 7 we intend to make يعني نحن ننوي أن نعمل formal written complaint formal يعني رسمي يعني شكوى رسمية مكتوبة against the car agency يعني وكالة العربيات. number 8 the applicant wasted the applicant يعني المتقدم wasted no time يعني لم يضيع وقت in introducing يعني تقديم himself نفسه to the interviewer للمحاور. number 9 I had to see the head teacher yesterday حط لي خطك تحت كلمة yesterday كده. طيب أنا أول حاجة دايما يا جماعة في الدرس الضرورة عدم الضرورة أول حاجة دايما أفكر فيها زمن الجمل فيستر دي دل على الماضي تمام وبالتالي الوحيدة اللي في الماضي عندنا تحت had to. طب معنى الجملة على بعضها كان علي أن أقابل الناظر بالأمس as he had called me لأنه استدعاني to her office يعني إلى مكتبه. number 10 vegetable curry is usually spicer than طبعا يا ولاد تحط لي خط تحت كلمة زان كده أنا لما بنلاقي كلمة زان دايما بندور على إيه ندور على مقارنة يعني ايه مقارنة يعني نلاقي الصفة فيها ER او ندور على more او ندور على less فالوحيدة اللي فيها ER هنا هي السبايسر اللي رقم A than the other meals الوجبات on the menu يعني في القائمة. number 11 if you get late again if you get late again tonight يعني انت لو تأخرت مرة اخرى هذه الليل I space for you so we are clear يعني لن أكون في انتظارك لن أكون منتظرك يبقى ناخد رقم C لا won't be waiting won't be waiting. طيب ليه خدنا won't be waiting يا جماعة مش احنا قلنا لما يبقى فيه فعل بيحدث في وقت فعل أنا هنكون منتظرك وانت جاي متأخر يبقى ده بيحصل في وقت واحد اهو فلما يبقى فيه فعل بيحدث في وقت فعل بناخد مستقبل مستمر بيتكون من ايه ده من will be والفعل مضاف له ing وطبعا اخدنا رقم سي هنا ليه عشان بالمعنى. نمبر 12 خالد didn't know where the ball was يعني خالد مش عارف الكره فين but he thought يعني اعتقد his sister could have been playing with it. طب ليه خدنا could لان could معناها احتمال حدوث الشيء في الماضي احتمال حدوث الشيء في الماضي. 13 I am going to buy this book it is supposed to be very good يعني من المفترض ان يكون جيدا. طيب ما خدتش رقم ايه ليه لان سياق الجمله في المستقبل وسيند هنا في الماضي. طب وما خدتش رقم بي ليه لان كلمه سيم اصلا ما بتنبناش للمجهول يعني اصلا دي كده خطا. طب ما خدتش دي ليه لان سبوزد لا سبق لا ام ولا از ولا ار ولا جي بعدها تو. نمبر 14 دو يو ثينك اي وود بي هير اي وود خلي بالك الابوستروف دي اختصار كلمه الابوستروف دي اختصار لكلمه وود if I space a choice choice يعني اختيار طبعا if I had a choice لو كان لدي اختيار. طب ليه خدت هاد اولا بالمعنى بنقول هل تعتقد ان انا كنت هكون هنا لو كان لدي لو كان عندي اختيار تمام. الشيء الثاني الحالة الثانية بنجيب ماضي بسيط بعد if او الرابط الشرطي ويكون جواب الشرط would زائد الـ A زائد المصدر وما خدتش وير عشان المعنى طبعا. number 15 do you think it will rain يعني هل تعتقد ان مش هتمطر؟ هنقول I hope not ده اكسبريشن تحفظه I hope not يعني لا أعمل ذلك في اكسبريشن كده بناخدها من أهل اللغة زي ما هي.
نمبر 16 يو دونت نو وير هاني از. طيب يا جماعه يو دونت السؤال المزيل بنعكس فيه الفعل المساعد او الناقص، يعني المثبت بنخليه منفي والمنفي بنخليه مثبت. دونت هنخليها دو وهو ما فيش فيه تغيير في الضمائر، فدو دو يو اللي رقم بي قال له سوري اي هاف نو ايديا، انا اسف ما عنديش فكره. تعالوا شوفوا المسج كده مع بعضنا يا جماعه، والمسج ده يا جماعه يعني من احسن الاساءات اللي ممكن تكتبها عن اكسيدنتس يعني الحوادث ات هوم، فعلا يعني جميل ومنظم بصراحه 10 على 10. Our home is usually يعني منزلنا عادة ما يكون our favorite place هو مكاننا المفضل to spend time in لقضاء الوقت فيه. However many accidents يعني العديد من الحوادث أقر يعني تحدث at home. There are dangerous things يعني أشياء خطيرة in the house and we should be aware. Aware يعني على دراية of them. Thus يعني هكذا we can avoid يعني يتجنب unnecessary pain. pain يعني ألم or injury اللي هي الإصابة. electricity الكهرباء runs يعني تدير أو تشغل many العديد of our home appliances. appliances يعني الأجهزة. it is very useful thing. useful يعني مفيد. it is also a very dangerous thing وهي أيضا شيء خطير. if used carelessly لو استخدمت بإهمال for it can kill يمكن تقتل. electrical sockets and power points يعني النقاط الكهربائية والفيشة الكهربائية are to be handled يعني يتعامل يعني يتعامل مع with utmost care يعني أقصى عناية. young children الأطفال should never be allowed يعني لا يسمح لهم to get near them unless we are very sure of what we are doing إذا لم نكن متأكدين ما نعمل. repairs الإصلاحات should only be done يعني يجب أن تتم by a competent يعني competent يعني متخصص أو مؤهل. electrician يعني فني في الكهرباء متخصص في الكهرباء اللي هي competent electrician. it is only easy to get electrocuted يعني تصاب بالكهرباء تتكهرب يعني. old or faulty old يعني القديم و faulty يعني العطلان. appliances الأجهزة should be discarded يعني يجب التخلص منها. discard يعني يرمي أو يلقي. if used لو استخدمت they are likely يعني من المحتمل to start a fire يعني تبدأ الحريق somewhere في مكان ما or kill someone who أو تقتل شخص ما الذي touches them يلمسهم. the kitchen المطبخ has many dangerous things يعني به العديد من الأشياء الخطيرة. sharp knives يعني السكين الحادة can draw blood يعني يمكن أنها تكون سبب للدم. mishandled يعني مسيء الاستخدام. gas cylinders يعني اسطوانة الغاز can explode ينفجر. hot water يعني الماء الساخن can scald يعني يمكن يعمل عملية حرق scald. and stoves الموقد can cause يعني يمكن أن يسبب nasty يعني كريه burns يعني جروح. flies الذباب and rats والفئران can contaminate ما معنى كلمة contaminate يعني يلوث. food thus هكذا the kitchen المطبخ is not a place to be careless in يعني ليس مكانا أن تكون فيه careless يعني مهمل. if we are careful لو احنا حريصين and know how to handle يعني كيف نتعامل مع things there then the chance of an accident chance الفرصة of an accident occurring is lessened يعني فرصة حدوث الحوادث أو حدوث الحوادث تقلل is lessened يعني تقلل أو تقل. the biggest danger أكبر خطأ is a bathroom الحمام is when the floor is slippery. slippery يعني مزحلق. with water and or soap بالماء أو الصابون. I have heard of يعني قد سمعت عن many incidents حوادث of people especially خاصة old folk يعني الفن الشعب القديم falling يسقطون in the bathroom يعني في الحمام. sometimes the fall is fatal يعني قاتل. often غالبا it leaves the victim يعني الضحية
bedridden يعني طريح الفراش. utmost care يعني أقصى عناية. is needed here مطلوبة هنا. finally the medicine cabinet يعني الخزنة بتاعت الدواء. should be inaccessible يعني لا ينبغي أنها تكون يعني سهلة الوصول to young children الأطفال. dangerous drugs يعني العقاقير الخطيرة. and pills والأقراص can look like sweets يعني ممكن تشبه الحلوى. to these young ones الصغار if taken لو أخذت the consequences consequences يعني العواقب أو النتائج can be disastrous disastrous يعني مدمر أو كارثي. other dangers do exist توجد. it's up to us إنه الأمر لنا to watch out يعني نراقب for them لهم. 17 although it is very useful thing على الرغم أنه شيء مفيد. electricity can number B end your life يعني الكهرباء يمكن أن تنهي حياتك. number 18 if there is something wrong يعني لو في شيء خطأ with electricity الكهرباء at home who should do the repairs من اللي المفروض يعمل المصلحات. طبعا رقم A electricians اللي هو الـ A الكهربائي أو الفني الكهرباء. number 19 utmost care أقصى العناية is needed يعني مطلوبة in the bathroom as طبعا رقم C you may slip easily يعني تنزلق بسهولة and become bedridden يعني طريح الفراش. number 20 young children may take dangerous drugs يعني الصغار ربما أن يتناولون العقاقير الخطيرة and pills والأقراص thinking that يعتقدون they are sweets يعني حلوة. number 21 we should get rid of يعني تخلص من faulty devices يعني الأجهزة التالفة because number C they may cause fire يعني ربما تسبب الحريق. 22 the synonym of the underlined word nasty الكلمة اللي هي بتساوي كلمة nasty طبعا يا جماعة رقم دي اللي يطف يعني كريه أو خشن أو سيء. 23 the underlying pronoun they refers to كلمة زي بتشير لإيه يعني كلمة ضمير اللي تحتيه خط زي يشير إلى home appliances يعني الأجهزة المنزلية. 24 the main idea of the passage is يعني الفقرة الرئيسية لهذه الفقرة تكون طبعا ليه رقم B to be careful in the house أن تكون حريصا في المنزل. طب تعالوا نشوف الترجمة يا جماعة. education التعليم is a process يعني عملية by which people acquire يعني يكتسب knowledge المعرفة skills المهارات and values القيم. it helps people إنها تساعد الناس become useful members يعني أعضاء useful يعني مفيد of society المجتمع. parents and teachers have the chief responsibility chief يعني رئيسي responsibility يعني مسؤولية for education للتعليم. يبقى على بعضها كده يا جماعة التعليم هو العملية التي بها الأشخاص يكتسبون المعرفة والمهارات والقيم إنها تساعد الناس أن يكونوا أعضاء مفيدين في المجتمع. وعلى الوالدين والمعلمين المسؤولية الرئيسية للتعليم. Test 3 page 191 صفحة 190. number 1 most young men يعني معظم الشباب and women spend their يعني يقضون their free أو spare time يعني وقت الفراغ playing يلعبون on the mobile يعني في على الموبايلات أو عند الكمبيوتر وأجهزة الحاسب الآلي. number 2 my friend has just told me يعني صديقي لسه قايل لي that he decided أو made up his mind يعني قرر about going on a trip أن يذهب في نزهة with us معنا. number 3 the plan received a strong support يعني تدعيم قوي from farmers من الفلاحين طبعا aid أو assistance يعني المساعدة اللي رقم B أو رقم C. the synonyms of the unknown support يعني الكلمات اللي تساوي كلمة support هي كلمة aid أو كلمة assistance يعني مساعدة أو تدعيم. number 4 the water in the well يعني الماء في البئر contains يعني تحتوي على small of calcium and other minerals كلمة minerals يعني معادن. الجملة على بعضها
الماء في البئر يحتوي على كميات صغيرة من الكالسيوم والمعادن الأخرى، وبالتالي نقوم بالرقم دي و اي لـ amounts و quantities. Number 5, the airline fired some of its staff to decrease يعني يخفض their losses يعني الخسارات بتاعتهم. طبعا هناخد رقم سي اللي هي fired يعني الجملة على بعضيها، خط الطيران فصل بعض من هيئة العاملين لكي يخفض من الخسارات. Number 6, the artist painted يعني الفنان رسم the profile يعني الصورة الجانبية of the boat اللي هو القارب against the setting sun يعني مواجهة للشمس اللي هي تغرب. Number 7, many Egyptian farmers يعني العديد من الفلاحون المصريون keep بيحتفظوا livestock للماشية such as يعني مثل cows البقر and buffaloes الجاموس to help them لكي تساعدهم in their fields يعني في الحقول. Number 8, all laws يعني كل القوانين have a very severe يعني قاسي penalties يعني عقوبات for people للناس who sell drugs الذين يبيعون العقاقير برقم B. Number 9, I didn't have to go يعني لم يكن علي أن أذهب to the post office اللي هو مكتب البريد to receive the parcel حتى أتلقى الطرد البريدي. The postman delivered it. طيب انا عايز حضرتك تحط لي خط تحت delivered. delivered يعني ايه؟ يعني وصلها، وبوستمان يعني ساعي البريد. يبقى انا دايما قلت لكم في درس الضروره عدم الضروره نركز سياق الجمله ماضي ولا مضارع. طبعا هنا ماضي، عرفت منين انه ماضي؟ من كلمه delivered. طيب في اتنين ماضي برضه، had to ولا didn't have to. شوف المعنى بقى بتاع الجمله، بيقول انا لم يكن من الضروري ان يعني اذهب الى مكتب البريد لكي اتلقى الطرد، ساعي البريد وصل. نمبر 10، this exercise and هذا التمرين is too difficult يعني صعب. I think you should make it يعني ينبغي انك انت تعمله ايه. انا كده الوقت بنقارن بين وضعين، ان التمرين ده هو صعب وان انا هنخليه ابسط، يبقى هنا مقارنه بين اثنين. طب المقارنه بنستخدم ايه؟ بنستخدم more او less او الصفه في اي ار. بس هنا في اثنين، ما في more وفي ايه وفي الصفه اللي في اي ار. يا حبيبي ما هي سيمبل، سيمبل ديت اللي هي بسيط. صفة طويلة ولا قصيرة؟ لا طبعا صفة قصيرة، يبقى نحط لها اي ار وبالتالي اجابة الرقم دي. When he comes عندما يأتي زي سبيس دينر يعني سوف يكونوا يتناولون الغداء اللي هي رقم بي اللي هي will be having. واحد هيقول لي انت خدت ليه مستقبل مستمر؟ هنقول الاول المستقبل المستمر بيتكون من will be والفعل مضاف له اي ان جي، ومن استخداماته فعل يحدث في وقت فعل. يعني معنى الجملة عندما هي تأتي هم في التوقيت ده سيكونوا بيتناولوا الغداء. Number 12, he said he never wanted to see you. هو قال إن هو لم يرد أن يراك أبدا. But I am sure ولكني أنا أتأكد he didn't mean it mean يعني يقصد ذلك. Number 13, the plastic melts if يعني البلاستيك يذوب if it a طبعا gets too hot يعني لو ازدادت حرارته. Number 14, my friend have invited me يعني صديقي دعاني. invite لو جيب بعدها مفعول ناخد تو زاد الايه المصدر وبالتالي ناخد رقم سي. the pyramids with them يعني الاهرامات معهم. Number 15, you can't stop me doing اللي رقم سي what I want يعني لا تستطيع ان توقفني عن ما اريد عن ما اريد. خلي بالك stop لما يجي بعديها الفيرب بلس ing دي معناها واخد حياتك انه يتوقف تماما عن عمل الشيء، ولما يجي بعدها توصل المصدر معناه يتوقف بشكل مؤقت لعمل شيء ثم يعاود مره اخرى. Number 16, is based my friend's telephone number I contacted him. يعني معنى الجمله يا اولاد بعد ما وجدت رقم صديقي انا اتصلت به. خلي بالك بقى الاجابه هنا احنا عندنا اثنين معناهم بعد هنا، ورقم A having دي معناها بعد. خلي بالك having لما بتيجي في اول الكلام تبقى معناها بعد. having found وعندنا after founding. لا بس خلي بالك رقم سي دي معناها بعد تأسيس، يعني كلمة found دي مش معناها يجد، found دي معناها يؤسس. ازاي يا استاذ؟ يا حبيبي هو احنا لما بنيجي نحط الفعل ing مش لازم الاول نحطه في المصدر؟ يعني انا لو find دي هنحطها في المصدر، هنحطها ايه؟ هنحط لها ing، هخليها ايه؟ هتبقى finding زي رقم بي. لكن كلمة found دي معناها ده فعل في المصدر معناه يؤسس او يقيم، وبالتالي الإجابة الصحيحة رقم A having found. لو أنتوا فاكرين في ثانوي خدنا كلمة having دي معناها بعد، لا يليها فاعل ولا تصرف التالي للفاعل.
تعال نشوف مقادير القطعة. Computers are machines، أجهزة الحاسب الآلي هي آلات. That can help us، تساعدنا. In many ways، but they cannot think، لكنها لا تستطيع أن تفكر. Or do things on their own، أو تقوم بالأشياء بمفردها. Humans have to feed، feed يعني يطعم أو يزود. Them with information، معلومات. And tell them what to do with it، وتخبرها ماذا تفعل بها. They can save، تستطيع أنها توفر. Much time، يعني كثيرا من الوقت. And work، وعمل. For example، يعني على سبيل المثال. All the information، يعني كل المعلومات. That the office files، يعني الملفات. Can be stored، store يعني تخزن. In computers memory، يعني في ذاكرة الكمبيوتر. The first computers were huge، huge يعني ضخم. And costly، يعني مكلف. They filled up almost the whole floors، وكانت تملأ تقريبا الأرضية بالكامل. Of a large offices، يعني مكاتب. Later، فيما بعد. Because of the usefulness، يعني الفائدة. And demand، الطلب. For computers in business، في العمل التجاري. Scientists soon found، العلماء بسرعة وجدوا. Ways، طرق. To produce، لننتج. Cheaper، يعني أرخص. And smaller، أصغر. Computers، أجهزة الحاسب الآلي. They invented ships، ships ديت يعني رقائق، أو مقصود بها شرائح، هنا معناها شرائح. Which made it، الذي جعل من الممكن. Possible to store، نخزن. More information، يعني مزيدا من المعلومات. In less space، يعني في مساحة أقل. Today computers are not only cheaper، اليوم أجهزة الحاسب الآلي ليست فقط رخيصة. But also more compact، compact يعني أكثر دقة. They can just be placed، يعني توضع. On the top of، يعني على. Ordinary writing table، يعني منضدة كتابة عادية. They can even be carried، ويمكن أن تحمل. From one place to another، يعني من مكان إلى آخر. Easily، بسهولة. Computers are not only used، يعني ليس فقط تستخدم. In offices، في المكاتب. By companies، but they are also used، ولكنها تستخدم. At home، في المنزل. By families، الأسر. Who can afford، afford يعني يتحمل نفقة. زين. Robots، اللي هو الإنسان الآلي. On the other hand، يعني على الجانب الآخر. Are not mechanical people، يعني ليس إنسان ميكانيكي. They are only moving parts، يعني أجزاء تتحرك. Controlled، يتحكم. By a computer، a robot can do the same work، يعني يمكن أن يكون بنفس العمل. For 24 hours، يعني لمدة 24 ساعة. And yet it does not complain، يعني لا يشتكي. Or get tired، أو يتعب. In Japan، في اليابان. In and in some places in America، وفي بعض الأماكن في أمريكا. Robots are used، يعني اللي هو الإنسان الآلي كان يستخدم. In factories، في المصانع. To assemble، ما معنى كلمة assemble؟ يعني يجمع. يجمع cars. As computers become more common، يعني شائع. Businesses، يعني الأعمال التجارية. And factories، المصانع. People fear، يخشى. That one day، يوما ما. Computers and the computer controlled robots، يعني الكمبيوتر والكمبيوترات التي تتحكم في الجهاز الإنسان الآلي. Will put human workers، يعني سوف تضع العمالة البشرية. Out of work، يعني خارج العمل. Number 17، human fear، يعني يخشى. That one day computers and robots، يعني أجهزة الحاسب الآلي والروبوتات تعمل إيه. رقم C، will make human jobless، يعني تجعل البشر بلا وظائف. Number 18، the best title، يعني أنسب عنوان. For the passage would be، سوف يكون طبعا لرقم A، computers and robots. Number 19، find a word in the passage، يعني أوجد كلمة في الفقرة. That has the same meaning as، يعني لها نفس المعنى. As more compact، طبعا هي كلمة smaller لرقم C. Number 20، which of the following statements is not true، يعني أي من هذه الروبوتس اللي هو الإنسان الآلي. Are mechanical people، يعني ناس ميكانيكيين اللي رقم B. Number 21، humans have to feed the computers with، يعني البشر عليهم أن يزودوا أجهزة الحاسب الآلي. With information and tell them what to do، ويقولوا لهم ما يفعلون. Because computers،
اللي هي رقم بي كان نوت سينك، يعني لا تستطيع أن تفكر، أو دو سينجز، أو تفعل الأشياء on their own بمفردها. نمبر 22، why did the first computers اللي هي الكمبيوترات الأوجات الحادثة بالحساب الآلي fill up يعني تملأ most the whole floor، ليه كانت بتملأ الأرضية كلها؟ طبعا الرقم دي because they were huge، لأنها كانت ضخمة. 23، what does the author أو the author imply in this passage في هذه الفقرة؟ طبعا يا جماعة رقم C computer store information يعني يخزن معلومات in their memory في الذاكرة، so it's easier for a clerk يعني من السهل على الموظف to find information أن يجد المعلومات. 24، what can we infer يعني ماذا نستطيع أن نستنتج، كلمة infer يعني استنتج، from this passage من هذه الفقرة. طبعا رقم B computers are used in different areas of life يعني أجهزة الحاسب الآلي تستخدم في مجالات مختلفة في الحياة. 25، translate into Arabic يعني ترجم إلى اللغة العربية، despite بالرغم من the challenges اللي هي التحديات، the Egyptian economy الاقتصاد المصري face is facing يعني يواجه، there is determination يعني تصميم to overcome يعني يتغلب على them the economy يعني الاقتصاد is expected يعني متوقع to witness يعني يشهد growth يعني نمو in the following years يعني في الأعوام القادمة. يبقى يا جماعة بنقول بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري يوجد تصميم للتغلب عليها، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا في الأعوام القادمة.